تنضم الينا الان عبر سكايب مشاهدينا الكرام من بيروت الاعلاميه والكاتبه الصحفيه سيده فاتن عزام. مساء الخير سيده فاتن، وارحب بك معنا. يعني لو تضعينا في صوره تطورات المشهد الميداني وايضا السياسي لديك في لبنان. مساء النور. الحقيقه اليوم كان حافلا بالطلاب اللبنانيون، بالطلاب اللبنانيين الذين خرجوا من مدارسهم للإثبات أنهم أيضا يشاركون في الثورة بشكل أو بآخر. وطبعا هؤلاء الطلاب بعضهم خرج من شباك المدرسة وليس من بابها، للتأكيد على أن هناك مطالب محقة للشعب اللبناني، وهم أولاد هذا الشعب وأجياله المستقبلية. هذا في شأن حركة الشارع. أما على خط آخر، فقد تظاهر الشعب اللبناني، الأطراف الذين يشاركون في التظاهرات أمام المرافق العامة، واليوم كان بارزا انهم توجهوا الى قصر العدل. فللتاكيد على ضروره واحقيه المطالبه بالقضاء العادل ودون المس به كقضاء نزيه، وعلى ان لا يكون للمراجع السياسيه هذه المونه على القضاء في لبنان. إذن المرافق العامة هي الوجهة التالية في حركة الشارع، الذين حاولوا كما تعلمين في السابق أو في الأيام المنصرمة أن يكون تحركهم في الساحات وفي قطع الطرقات، لأن قطع الطرقات بدا عليه إشكالات كثيرة بين المواطنين أنفسهم. فأتوجه الآن إلى المرافق العامة. شكرا جزيلا لك يا سيدة فاتن عزام الكاتبة والإعلامية، كنت معنا عبر سكايب من بيروت. طبعا أعتذر عن عدم الاستمرار لأنه الوقت انتهى لدينا لهذه الفقرة مشاهدينا الكرام.